وبننتقل لنعمة الشفاء رقم 44. آخر أعجوبة سجلت أو أجدد أعجوبة الأنسيكلوديا بيتالي إيطالية من وليد روما. نعم. 63. وكما تخبر والدتها السيدة باتريسيا دو كوريزانسو أنه بتاريخ 4 أيار 2018 بنت كلوديا كانت مريضة نفسية وأعصاب وبتاخد أقوى درجة أقوى أدوية وصلت لمرحلة اليأس من شفائها بتاخد كبيتين أسيد كلورجيك وبتشربهم عرفوا فيها طاروا فيها على المستشفى دغري عملوا لها الفحوصات دخلت أكيد دغري بالعناية بين أنه كل مصارينا اهتريت على الأسيد ومستحيل تعيش وبلشوا أهلها بيطلبوا صلوات لها من مهر شربل حتى في خوري إسباني قدت لها 9 قداس نوفان قداسات أو 9 قداسات على نية شفاء بيطلب من مهر شربل نعمة الشفاء واتصلوا ب واتصلوا بكل عائلات مهر شربل إن كان بالأردن أو بلبنان أو بأمريكا يصلوا له يصلوا على نيتها تتشفى وإذا بدها تشفى يعني إذا بدها تصح بدنا يشيلوا لها كل مصارينا لأنه كل مصارينا اهتريت على الأسيد في صديقة للأم اسمها الأخت ماري كريستين بجاني من راهبات الحبل بلادانس لبنانية عندها زيت مهر شربل بتتصل فيها بتاخد حنجرة زيت وبتروح لعندها على المستشفى عطيتها للأم عطيت حنجرة زيت للأم قالت لها فوتي دهنية بزيت مهر شربل هلا أكيد بالعناية بتبقى مزلطين دهنت لبطنها صدرها وزعيمة وراسها بزيت مهر شربل وبس دق زيت مهر شربل اختفت أوجاعها شلوها من العناية عملوا لها فحوصات رجعوا مصارينا طبيعيات قضت أسبوع بالمستشفى وبعدين بعثت كل التقارير الطبية تشكر مهر شربل على شفاء بنتها شفيت روحيا وجسديا جسديا هيدي نعمة كبيرة نعمة من أهم العجائب اللي صارت هيدي هي الأنسيكلوديا بيتالي امتى اجت لمهر شربل؟ تسجلت عندنا الأعجوبة ب أول امبارح من يومين ب19 كانوا الأول نعم ثلاث أيام يعني مبروك كمان مبروك لكل المؤمنين مش بس بلبنان مثل ما عم تشوفوا مهر شربل لكل الناس مش لطائفة وحدة ولا لبلد واحد هو لكل العالم وأكبر دليل الميلات يلي بيوصلوا لعند أبونا طبعا لويس وللدير للسكرتاريا والرسائل اللي بعدها عم توصل من كل أنحاء العالم وهذا منه شيء جديد هذا من وقت 1950 لليوم وهذه الرسائل تصل باستمرار بعده مهر شربل عن يجذب كل الناس لقلو وخاصة ب 22 يعني بين 8 و14 أدار اللي هني شعب لبنان بيعملوا 22 مزبوط بكل 22 بيجمع كل فئات لبنان مع كل طوائفهم حتى ينالوا بركة ورضا هالقديس نعم وشفاعة شو بتقول لكل عم شوفونا اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد مثل ما ولد شربل بالسماء ليلة عيد الميلاد ورب السماء ولد على أرضنا تيرفعنا لفوق ومثل ما العذراء حبلت بيسوع 9 أشهر تولدته نور ومحبة وخلاص للعالم نحن كلنا سوا كمسيحية عم نتناول القربان علينا نحبل فيه كمان نولده أعمال حبة ومحبة وأعمال فرح وأعمال سلام بهالعالم حلو نزرع الفرح دينتنا دينة فرح ونزرع المحبة دينتنا دينة محبة إن شاء الله كل المسيحية بلبنان يعيشوا المحبة ولأنه ما في شيء بيوصلنا لله إلا عيش المحبة أكيد بقدر ما منعيش المحبة نوصل لله لأنه الله محبة سلام المسيح عطول يكون معكم
خلينا اياك ابونا لويس مطر قيم دير مرمرون عيني، الله يعطيك الصحه وطولة العمر، ونضل كل 22 نسمعك ونشوفك ونترقب شو عنا من نعم شفاء. خليك معنا، رح ننتقل لطانيوس باسيل ونسمع منك.